بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن الباتري الكتريك فيكلز، السيارات الكهربيه اللي بتشتغل بالبطاريات، او اللي احنا بنطلق عليها اسم السيارات الكهربيه. مهم جدا تركز معايا، الفيديو ده بسيط جدا هيبدا يدخلك في عالم السيارات الكهربيه ببساطه شديده. الفرق بين السيارات الكهربيه والسيارات الهجينه او السيارات العاديه الديزل او البنزين، ان انا هنا عندي ثلاث مكونات رئيسيه في السيارات الكهربائيه. يبقى لو سالتك السيارات الكهربائيه بتتكون من ايه اساسا، هو ده اللي هنبدا نتكلم عنه بالتفصيل تمام في الفيديوهات اللي جايه. هتقول لي والله السيارات الكهربائيه بتتكون من ثلاث مكونات رئيسيه. اول مكون رئيسي اللي هو المحرك الكهربي اللي بيبدا يحرك العجل الموجود في السياره الكهربائيه، اللي احنا بنسميه الالكتريك موتور. يبقى المكون الرئيسي اللي هنبدا نشتغل عليه اللي هو الالكتريك موتور. الالكتريك موتور رقم اتنين، احنا هنبدا نشتغل على الكنترولر او المنظم. يبقى رقم واحد الالكتريك موتور او المحرك الكهربي، هيبقى فيه فيديوهات تفصيليه عن المحركات الكهربائيه الخاصه بالسيارات الكهربائيه. بعد كده هنبدا نفهم يعني ايه منظم او كنترولر، ازاي ننظم الكهرباء اللي هتدخل للالكتريك موتور، او ايه هي متطلبات المحرك الكهربي عشان يبدا يشتغل بانتظام. المكون رقم ثلاثة، وده هو المهم جدا في السيارات الكهربائيه تمام، اللي هو الباتري باك، اللي هي حزمة البطاريات. باتري باك، باتري باك رقم ثلاثة. في ناس بتسمي حزمة البطاريات دي رقم واحد الباتري باك، رقم اتنين الكنترولر او المنظم، رقم ثلاثة الالكتريك موتور. يبقى انا لو سألتك دلوقتي السيارات الكهربائية بتتكون من ثلاث مكونات رئيسية، هنذاكر مع بعض. رقم واحد المحرك الكهربي او الالكتريك موتور، رقم اتنين الكنترولر او المنظم، رقم ثلاثة الباتري باك او حزمة البطاريات. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير عن السيارات الكهربية، والسلام عليكم ورحمة الله.